خلي نشوف وين راح يوصلنا. بس ماكو كريبر كذا من لا 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 كريبر يركض 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 اسرع من عندي. اي شنو هاي؟ اتجسر بالسيرفر شباب والله العظيم ما ادري. اويلي الدنيا محترقه هنا، هاي ليش قلوبي صارن كذا؟ والله ما ادري شباب، حرفيا القلوب تغيرت. ايش مكتوب هنا؟ اقرا الكتاب وركز، ممنوع التكسير. شنو ممنوع التكسير شباب؟ شنو هاي القلب؟ هذا القلب الطبيعي وهذا القلب اللي صاير جديد عندنا، شوفوا لنا يا اخوان. والله العظيم مشكله بدون زعل. طيب دقيقه ثواني، مرحبا اعضاء السيرفر حياه صعبه. هذا 100% شباب مرتضى، هاي اللي كاتب هاي الكتابه لا تقولوا لي مرتضى 100%، لان حرفيا الشخص الوحيد اللي يقول حياه صعبه اليوم مرتضى. طيب اذا لاحظتوا القلوب تحولت الى قلوب هارد كور. يب يب صحيح، هاي قلوب الهارد كور شباب اللي عندنا. شوف حتى اسمي صار احمر. اويلي والله خلينا نكتب، لا لا من نكتب اسمي ما يصير احمر، بس من اسوي تاب شوفوا اسمي صار احمر فوق. اي ليش؟ والله ما ادري يا شباب. طيب اذا لاحظتوا القلوب تحولت الى قلوب هارد كور، وهذا يعني اولا بدت الحرب. لا شباب اكثر من كده، اكثر من كده الحرب شباب والله ماكو، اكثر من كده ماكو ربي. اي ليش؟ ثانيا ما راح يكون في تحالف، يعني اني ممنوع منعا باتا اتحالف ويا اي شخص، لا كرتونة لا براونكي لا مصطفى لا مرتضى، اي واحد يعني كل واحد لحاله، كل واحد لحاله شباب رسميا. طيب رابعا مسموح الفخاخ والتفجير، هاي شي يريدون يسوون بالسيرفر شباب؟ مسموح التفجير والتخريب، يعني عادي اني اروح افجر لي بيت من البيوت وعادي اسوي لي فخ لاي شخص، اوقعه اطيحه ماكو مشكلة عادي. هاي ليش؟ ليش كذا يردون يسوون بالسيرفر؟ ليش يردون ينهوها بالقوة؟ بالقوة يردون يخربون السيرفر. طيب خامسا عليك تقبل اللي يصير لك، يعني اي مثلا اني بيت اتفجر لازم اقبل، اذا ما اقبل هاي بعد لازم اقبل، يعني غصبا علي غصبا علي اقبل شباب. اللي يبقى اخر واحد عايش راح يكون هو بطل السيرفر، الكل مشمول ماكو احد مستثني، يعني خلاص هم يردون يخلون فقط واحد بس هو اللي راح يفوز بالسيرفر رسميا. بس شباب اعتقد برانكو هو اللي راح يفوز، لان حرفيا برانكو يعني قلوبه كامله متروسه كله، اما اني 6 قلوب عندي يعني مستحيل افوز مستحيل شباب. طيب مكتوب هنا أنا بدون زعل، لكن هذه هي غايه السيرفر، هاي هذا حياه صعبه. اي حياه صعبه، ولكن ليش تخربون اغراض الناس وبيوت الناس؟ كل ما تموت ينقص قلب، اكيد يبقى الاخير واحد عايش وبس. لايك واشتراك. والله العظيم شباب الله يستر ايش راح يصير بالايام الجايه بالسيرفر، الله يستر ايش راح يصير بالايام الجايه بالسيرفر شباب. انا بيتي صرت اخاف اتخلي حرفيا شباب، لازم يشوف لنا في طريق ثاني او نحاول ندخل من خلال بيتنا. شنو رايكم شباب يشوف لنا في طريق ثاني؟ شنو رايكم نجرب نتخلي من جوه؟ والله العظيم ما ادري، هاي الفكره تو اجت على بالي، بس والله خايف يا شباب ادخل بيتي اموت، يسوي لي تفجير يسوي لي فخ يسوي لي مقلب، كل شيء توقع من عندنا هذول شباب امانة. طيب خلاص احنا راح نسحب على بيتنا بعد ما نرجع لنهائيا، وخلنا ننزل مثلا شوي جوه، وما ادري والله يا اخوان ما ادري شنو راح اسوي امانة. طيب دقيقة دقيقة، اذا نجي هنا ومثلا ننزل شوي بلوكات اساسا. دقيقة شباب خلي نفكر خلي نفكر، اريد اجي على طول بمكان السري، شنو رايكم بهاي الفكرة شباب؟ اوكي خلنا ننزل شوي، اعتقد هنا نجي على طول بالمكان السري مالتنا شباب، ايش رايكم؟ من هنا نبقى نكسر كل اللي قدام لين ما نوصل للمكان السري، اعتقد هذا هو الحل الوحيد شباب. انا بيتي بعد ما ارجع له ما اتغلى يا اخي، ما تدري عليه كل شيء توقع، كل شيء توقع من عندنا هذول عادي جدا، يعني اريد ادخل بيتي اجيب اكل شيء كذا من هناك من هناك هاي بعد اروح بيها، فلازم اخذ كل حذري شباب واخذ كل احتياطاتي امانه. الله يسترنا. يب يب هاي وصلنا من هنا شباب حلوين، على الاقل هنا يا شباب على طول ننزل بالمكان السري، ما يحتاج انه احنا اصلا نصعد البيت مالتنا، يعني نجي من هنا نصعد، ولكن هذا المكان ما لازم يعرف به ولا واحد حرفيا. شلون مبينه شباب شلون مبينه؟ طيب لازم اول شيء نرجع حجر، اوكي خلينا نحط لنا كذا شباب، شنو رايكم؟ يب 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 كذا كلش حلو، اوكي خلينا نشمع حتى ما يرس بنا وحوش. والله شباب حرفيا هاي الايام الله يستر شنو اللي راح يصير، الله يستر شنو راح يصير هسه، كل واحد راح يصير كل واحد الحالة، كل واحد يصير يسوي شغلات يعني ما تعجب الناس امانة. طيب حتى جعفر صار لونه احمر، ايش صاير؟ جعفر شباب صار حتى كتكوته صاير لونه احمر، اسمه ايش جاي يصير؟ والله العظيم ما ادري.
طيب شباب، من أنا قررت إنه بعد ما أصعد البيتي فوق دقيقة أول مرة، خلي نسد لنا هذا الشيء جميل حتى ما أريد نتورط أمانة شباب، ما أريد مشاكل. إحنا خلي نسد شو ما كان، ولازم حرفيا نسوينا مزرعة. يب يب والله صدق شباب، لازمنا مزرعة هنا، لازم تكون عندنا، لأن حرفيا إذا ما راح نسوينا مزرعة راح نموت جوع، لأن جوز راح نبقى مختبئين هنا لفترة طويلة داخل هذا المكان. حتى مزرعة صغيرة ماكو مشكلة، على الأقل نقدر نوفر لنا احتياجاتنا الأكل اليومي يعني، فاهمين؟ هنا راح يكون نسوينا باكت ماي، خلينا بعد نكبر شوي، اعتقد هيجي كلش مناسبة المزرعة راح تكون. اوكي خلي نشوف ان باكت ماي معقولة ما موجود. يا رب باكت ماي، لا لا ماكو باكت ماي. يبي موجود 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 موجود. ديرت ديرت ديرت، يا رب يا رب يكون اكو ديرت موجود. خير وانا الله حبيبي ابو المور، والله هذا المخزن السري اكثر اكثر شيء حلو سويته بحياتي وربي. خلاص هذا كله راح نترسه، يعني حتى هي تكون مزرعة صغيرة شباب، ولكن على الأقل نقدر إحنا شوي نسيطر، يعني حتى لا سمح الله ما نطلع برا، ما يحتاج نبقى هيك عايشين كل حياتنا بهذا المكان. أنا يعني ما أهتم عادي، وحتى لو عايش هنا يعني حياتي كلها ماكو مشكلة أمشي. دقيقة شباب، ما أدري شباب، ولكن أحس من نزلنا بلوكة الشكل صار أحلى، يعني حرفيا ما أدري أحسه كده أحلى ما أدري. طيب ردنا هسه بلوكات المانجروف، ما أدري أمانة إذا راح يكفلنا أو لا شباب، خلي نجرب، لأن حرفيا عندنا شوي خطأ هنا، لازم هذا كله ينترس بهاي الطريقة. أوكي والله ما راح يكفينا شباب، ما راح تكفينا الكمية، شلون ورطة هاي. طيب ماكو مشكلة أمشي، خلي إحنا نسوينا أول شيء ردنا أداة مال زراعة، خلي نسويها حتى مال خشب شباب. او موجود موجود عندنا مانجروف سلاب، حلو 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 حلو، لا حلو لا حلو لا حلو. اوكي هالبك خلينا نكسرها دقيقه، وين الاكس؟ طلع الاكس ابو المور. هاي موجود عندنا كميه زينه، والله ما توقعت انه راح يكون عندنا هاي الكميه. والبكت الماي لازم يجي بهذا المكان، نكسر لنا هالبلوك نحطها بلوكت مانجروف، نحط شنو وات اي صار والله العظيم ما ادري. طيب اعتقد كذا تمام، نفتح الكرافتنج تيبل، نسوي لنا أداة مال زراعة، والحين خلي نسوي المزرعة شباب، ونزرع لنا شوي بطاط، لأن حرفيا شباب بدون بطاط ما راح نعيش رسميا، أنا عايش على البطاطا أمانة يا إخوان. دقيقة هاي موجود عندنا بطاطا كلش هواه، خلينا نزرعها كلها. شنو يريد ياكل اللاعب؟ خلينا ناكل خلينا ناكل. والله شوف قلوبنا شلون صارت يا إخوان، الله يستر ايش راح يصير بالأيام الجاية. أنا بعد فوق ما أصعد، بعد ما أروح البيت حرفيا 24 ساعة راح أقضيها هنا. هاي خلاص كملنا امورنا. تمام شنو ليش لازم اعتقد تورش، نحط لنا تورش، لان حرفيا المزروعات يردن شموع حتى يلا يصعدن. طيب اذا نخلين هنا يصير، لا ما يصير لا يصير ما يصير، خلاص فقط هنا خليني يصعدون على راحتهن، والله يستر الله يستر الله يستر يا اخوان. ما ادري شنو راح يصير بالايام الجايه، هاي على الاقل صارت عندنا مزرعه نقدر نسيطر شوي على، يعني على الاقل شباب يعني ما نموت جوع، ما تدري عليها. خلاص هسه يعني حرفيا البوتيتا او البطاطا اللي تجيني على طول نوديها بالفرن تطبخ، حرفيا يعني ماكو مفاهمه شباب رسميا. اكو عضو موجود بالسيرفر قال لي امير ترى السيرفر صار عباره عن هارد كور، انا قلت له هو من البدايه اصلا هارد كور يعني هو حياه صعبه يعني، قال لي لا يعني اذا ماتت مره خلاص راحت عليك وبعد راح تتبند نهائيا من السيرفر. والله العظيم ما ادري يا شباب هل من صدق اوسي جاي يقول لنا يعني هذا الشيء اللي جاي يقول لنا عليه صحيح او لا، والله العظيم اني ما ادري، ولكن صحيح يعني معقوله هيك قلوبنا يعني هيك ما ادري شلون يعني متغيرات، يعني مو مثل قبل حرفيا، ولون اسمي صار احمر، يعني والله يجوز شباب يجوز يعني اللي يموت راح يودع الملاعب رسميا. طيب ابو المور اوكي، اول شيء راح نسويه البس تشست بليد، حط لك الالترا هنا، خلاص بعد ما نستخدم الالترا شباب النوب هسه كله ركض كله ركض، ها هي بعد خلاص كافي كافي ما نريد مشاكل احنا يا اخوان امانة. طيب خلاص هذا راح الغي هذا الطريق، وراح نسوي لنا طريق من جوا شباب، بيتنا بعد ما ندخله ما تدري عليه ايش راح يصير لك. اوكي خلاص خلينا نبنينا مثلا طريق من هنا شباب، شنو رايكم؟ ونشوف وين راح يوصلنا. اوكي يا رب يا رب ما يكون اكو وحوش، ماكو يكون اكو شيء خطر علينا، نحط لنا تورتشايل هنا شباب، قلت لكم الوحوش هنا فتشي يعني. اوكي خلينا نحط السيف بايدنا، لان حرفيا قلت لكم الوحوش هنا يعني حرفيا سريعين بشكل مو طبيعي، يعني امانه السرعه اللي عند الوحوش مو طبيعيه، يركضون ركضه قويه جدا امانه. اوكي اوكي يا اخي ايش وقت راح نوصل؟ الو لسه ما وصلنا، ايش عجب والله العظيم ما ادري. يبي وصلنا للديرت، وصلنا للديرت، بس ان شاء الله ما تكون الدنيا ليل حتى ما نتورط شباب. اوكي طلع الشافل ابو المور، وين الشافل؟ اوكي بسم الله والله يستر. الدنيا ليل الدنيا ليل الدنيا ليل الدنيا ليل الدنيا ليل، روح نام ابو المور ما اريد مشاكل.
ما اريد مشاكل ابو المول، روح نام نام. ابو مكر دخل السيرفر، ابو مكر دخل السيرفر حرفيا. خلنا ناخذ لنا غرفه سريعه ان شاء الله يمديني اقدر انام، لان حرفيا لازم انه 50% اللي من موجودين بالسيرفر يناموا، يعني مو مثل قبل واحد فقط ينام. ها هي بعد، فوالله العظيم مثل ما قلت لكم يا اخوان السيرفر صار جدا صعب، والله يستر. طبعا انا جاي اكسر بهاي الافران من شان اسوي لي، شلون اقول لكم يعني، يردنا شو اسمه تورتش، حرفيا يردنا كميه اسطوريه مال تورتش. خلينا نفتح هذا، نجيب لنا كميه زينه مال تورتشات، 40 تورتشايه. اي ثينك اتس جود، حلو حلو 40 حبه تورتشايه. فخلاص نشمع. شنو شباب، اشكو ايش جاي يصير؟ والله خلينا نشوف، خلينا نشيك. اوكي هذا كله، خلي نشوف وين راح يوصلنا. بس ماكو كريباريه كذا من، لا 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 كريبر يركض 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 اسرع من عندي. بليز بليز بليز، اوه ماي جاد شباب، شنو هاي؟ شلون كريبر؟ قلت لكم خطر شباب. اي اثنين بعد، اثنين وربي شباب. اوه ماي جاد قلبي شباب، اوه ماي جاد. شفتوا يا اخوان شلون يركضون ورانا الكريبريه؟ لحظه لازم اسوي لي تراب دورات شباب، حتى ما اريد وحش يدخلوا لي، ما اريد ولا وحش يدخل لي. والله العظيم ورطه هاي امانه شباب، يعني لو ما مخلي لي البلوك كان شفتون شلون يركض على السريع عن خيره. اعتقد هيك شباب الوحش ما يقدر يدخل شباب، من حرفيا هنا موجود تراب دور يعني. فخلنا نحط لنا اكثر من حبه بهاي الطريقه، ونحط لنا شلون يعني فخاخ، حتى يعني ما اريد مشاكل. احنا ما اريد تجونا هسه كريباريه يورطونا شباب. خلينا نتاكد، يا رب بعد ماكو كريباريه. ويلي والله كنت راح اودع الملاعب يا اخوان. اوكي خلاص النوب بيتي بعد ما اروح لمنانا شباب، هسه المره الجايه كلها منانا بيتي نروح له. اوكي شنو هذا، من الطاير؟ والله الله يستر شباب، يعني قلت لكم هنا اللي يموت. اوكي خله كده، ما يحتاج انه احنا نحطه يبين انه هذا مكاني. فخلاص خلي نحاول انه احنا باي طريقه كانت نحطه ما نبين انه هذا مكاننا السري شباب. اوكي اعتقد كده كل زين. اوكي وهنا من هنا ننزل ونصعد من هنا. اوكي ان شاء الله ما حد راح يحس عليه، لو انه يعني ما ادري الصراحه، احس انه راح يعرفون الناس انه اني عندي مكان سري، بس ما ادري. وهذا حرفيا راح الغيه كله، راح الغي جوابه رسميا. انا يعني ما ناقص مشاكل، ما اريد مشاكل حرفيا شباب. دقيقه خليه يسده، نجيب لنا يرد لنا كوارتز كوارتز كوارتز. خلينا نشيك شباب، معقوله ما عندنا كوارتز؟ لا يا 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 موجود رسميا موجود. هاي عندنا كميه زينه، فهذا كله خلي نروح نسويه. ولازم احنا نصعد من فوق نعدل شباب، نروح نفلش، لان حرفيا ما اريد واحد يموت يجي وبعدين يجي يتهمني ويقول يا امير انت اللي قتلتني وانت اللي ورطتني وانت اللي سويت لي وما ادري شنو. فخلاص نصعد اللي فوق ونروح نفلش لنا ذاك الدرج اللي عندنا، وكان الله يحب المحسنين. اوكي صار عندنا مكان سري مرتب، الدخوليه من هنا نصنع باب ايرون. ايش رايكم شباب؟ لان حرفيا الزومبيين يقدرون باي طريقه كانت ان هم يكسرون شو اسمه الباب، فما ادري جوز يدخلونا ما تدري علينا. الله يستر الله يستر الله يستر. اوكي خلي نحط لنا هنا اوكي باب ايرون، ونسوي لنا بعد بروش بليد من الايرون حتى نقدر انه احنا ندخل ونطلع. اوكي بس راح نحط فقط من جهتنا، اما من هناك راح نحط لنا مجرد بتن. اوكي نحط لنا بتن هناك. اوكي بهاي الطريقه عشان نقدر نصنع البوتن يابا بهاي الطريقة. اوكي حبة حجر لازم نحط لنا البوتن مثلا بهذا المكان. اوكي لان حرفيا ماكو زومبي، مستحيل زومبي يقدر يضغط على هذا الزر واصلا ما مبين. اوكي اعتقد هسه امورنا تمام، ما ادري امانة. اوكي عندنا هذول جعفر، عندنا جعفر وعندنا كتكوتة راح يحرسوا لنا المكان مالتنا شباب. خلنا نقرب لنا شوي كتكوتة، يعني لا سمح الله يجي كريبر مثل قبل شوية. فكلكم تعرفون انه الكريبارية يعني يخافون من القطط او البزازين، فهذا يعتبر شيء لصالحنا. اوكي كتكوتة بس خليك تمشي بالنانة، وهذا هو. اوكي باقينا لازم نصعد اللي فوق. اوكي هسه كله شباب، شنو هاي؟ مشمع المكان اهم شيء، ما اريد مشاكل، ما اريد وحوش ترسبلي، ما اريد انه اني اطلع من هذا المكان الاقي وحش يجي يسوي لي بوم حبيبي والله. اوكي هاي اسمين هاي المنطقه لازم نشمعها، ما تدري يجوز مره اطلع يرسبنون كريباريه هاي بعد. فوالله خطر امانه شباب الشيء اللي جاي يصير، وشيء الله يسترنا الله يسترنا الله يسترنا. اوكي هاي نكمل نحط لنا تورتشايات من هنا. هذا طاير بعالم الموازي، ذاك ابو مكر جاي يستخدم الالترا، والله الله يسترها، لان حرفيا اقل موت هو عنده 9 قلوب، يعني حرفيا اذا راح له قلب بعد هاي جيجي. هاي راحت عليك ابو مكر، بس والله لو يجي اقول له نصيحتي اشيل الالترا
شيل الاطرة نصيحتي. اوكي اوكي فمثل ما قلت لكم يا اخوان خلي نشيل لنا هذا الدرج لان حرفيا الماي كله ماكو صار. لو 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 بس لا موت يا عفو الله والله العظيم خفت خفت خفت. طيب شنو انترسه يا اخي باي شيء انترسه او نحطه كذا شباب شو رايكم؟ نحطها كذا ما يحتاج موجوده هنا بس اللي يطيحها جي جي يعني الله الله وياه يعني ما مالي شو اسوي له يعني اللي طاح يعني والله العظيم ماني ما قلت ولا واحد يجي هنا اوكي؟ فاني ايش راح اسوي شباب حتى ما حد يجيب العيد خلينا نحط لنا بلوك الديرت كذا اوكي حتى يعرفون انه ما حد يدخل هذا المكان تمام. شنو ناقصنا بعد عندنا الراس مال التنين شنو رايكم نجيبها يا اخوان؟ يلا خلينا نجيبها لان حرفيا بيتنا خلاص يعني تقريبا صار ماكو اي شيء بنادر يعني تقريبا كل الشغلات النادره كلها حرفيا نزلناها اللي جوا وبعد اكو شغله شباب. يلا مع السلامه راح نودع لنا بيتنا. طبعا الشيء الحلو انه احنا من ننزل اكيد ما نموت يعني لان حرفيا دروعنا قويه والبوت مالتي اللي عندي اني جدا قوي. طيب انا شلون يعني والله العظيم نسيت اصلا شلون الدخول للبيتي. وين الدخول وين الدخول يا بيب مننا الظاهر مننا. الو والله لازمنا نسوينا فتشي حتى نعرف لان مثلا من اكون هارب او شيء نحط لنا راس مال تنين. والله راح نحط لنا راس من تنين راح تكون مبينه حرفيا شباب عارفين اذا نحط راس مال تنين كده فراح تكون مبينه انه هنا اكو مكان سري فلازم نحط لنا غير شيء. شنو نحط لنا بتن حتى بتن مبينه هاي المصيبه. يلا ماكو مشكله يا اخوان خلها كده ونكمل نمشي لقدام والله يسترنا اوكي. يلا سلام عليكم مخزني انا رايح راح يكون هذا مخزني الى الابد. وشنو بعد نحط لنا هنا راس مال تنين موجود اوكي. ها مثل ما قلت لكم شباب اكو شيء ناقصني راح نصير 24 ساعه جولدن ابل اوكي لان حرفيا هسه راح يصير عندنا 8 قلوب يعني شوي وضعنا بيرفكتو تمام. طبعا جهزت لي ستاك كامل مال تفاح وعندي كميه زينه الله يعطيه العافيه ايبره يعني هو اللي جهز لنا هاي الكميه. خلينا نضيف الانفنتوري عسل فخلي نفتح الكرافتنج تيبل ونحلل لنا هاي الكميه مال الجولد والله 32 بلوكه والله هواي. اوكي شوفوا لي شباب والله خلصنا 32 بلوكه صرفنا جميع بلوكاتنا الذهب حرفيا شباب. يلا ماكو مشكله كلها على مود الجولدن ابل ستاك وحبه جولدن ابل. هسه شباب هذا ستاك اقل شيء راح يمشينا فد اسبوع اسبوعين اوكي. والشيء الحلو انه بعد عندنا ستاك جولد فامورنا تمام باذن الله الواحد الاحد. 8 قلوب عندنا مزرعه هنا اكلها نهائي فوالله العظيم اعتقد ويعني انا متاكد انه وضعنا بيرفكتو يعني شوفوا عندنا هنا المزرعه مثل ما قلت لكم بس افكر انه اني اسوي لي بهذا المكان حظيره. ايش رايكم يا اخوان والله العظيم ما ادري بس شو نسوي بالحظيره يا اخي. احنا اكل موجود عندنا افران موجوده عندنا هنا نقدر ننزل من هذا المكان رحله كافيه يعني كل شيء تقريبا كل شيء متوفر ولكن المشكله ما ادري الصراحه اني خايف الحين اطلع. اوه خلي نلزم بايدنا تشيل شباب كل شيء توقع هنا انا شباب عادي جدا هسه يطلع لك سكلتن هاي بعد شوفوا ظلمت الدنيا. شباب مخاطره هاي والله العظيم مخاطره خلينا نروح ننام ما اريد مشاكل. او ماي جاد والله ترى بالدنيا من تصير الليل ترى الدنيا تصير محترقه حرفيا شباب يعني كميه الوحوش اللي ترسبن ويعني قدراتهم يعني مو مثل الوحوش الطبيعيه ترى يركضون بشكل مو طبيعي وعادي جدا تلاقي لك سكيلتون لازم بيده سيف دايموند طبيعي ترى هذا شيء طبيعي يعني موجود بالسياره. انطق لنا جولدن ابل كالعاده شباب قبل لا نخرج ويلا بسم الله. ابلع لا بس لا يكون اكو كريبري. لوك شباب بس لا موت اوكي اهم شيء ماكو كريبريه قلت لكم شباب يركضون مستعجلين ابلع يلع شنو اوكي ورع ولا يسوي لع. او ماي جاد شفتون شلون يعني حرفيا مستعجلين يعني شوفوا لي سبايدر حتى سبايدر يعني صار قوي يعني على حسب علمي. فتعال خلي نبلع حبه اوكي. ليش ما جاي توصل والله العظيم ما ادري. طيب شباب هسه 100% انه حرفيا هذا البيت راح يشوفونه اعضاء السيرفر او المخزن السير راح يشوفونه اعضاء السيرفر من اني انشر المقطع فقلت ليش ما اسوي لي مخبأ سري ثاني. انا ما راح اصوره اكيد اذا راح اصوره فراح يعرفونه فراح يفجرونه فاني راح اكون موجود بهذا المكان السري اللي فقط اني راح اعرفه يعني ما اقدر اصورها لكم يعني حرفيا لاني اذا راح اصوره فاكيد اعضاء السيرفر راح يشوفون المقطع واكيد راح يجون على طول بس لان عارفين هذا المكان السري مكشوف
مكشوف حرفين كل هذا يعني ما ادري جوز بكره ادخل على البيت الاقي متفجر، اقصد المكان السري مالتي الاقي متفجر ما تدري عليها. فوالله العظيم المشكله والله يا شباب ما ادري انا يعني في حيره رسميا ما ادري شنو راح اسوي بالضبط. فمثل ما قلت لكم اريدكم انتم تساعدوني بالتعليقات، اريدكم تكتبون افكار شنو نسوي، اكو شيء ثاني يعني نقدر انه احنا نحتمي به غير المكان السري، اكو مثلا شيء يعني نقدر نروح نختبئ ما ادري. اكو اعتقد شفت مره تعليق يقول لي امين روح اختبئ بالنظر، شنو بالنظر يا شيء عشتي ايش بالنظر شباب؟ عايشه من اللافا وعايشه من الماجما بلوك، شو السالفه شباب؟ والله ما يصير ما عايش بالنظر. اريد نشوف انه هيجي فد مكان يكون حلو هنا بالعالم الطبيعي ولكن بعيد عن الناس وبعيد عن الانظار. فالله العظيم امانه ما ادري، شوفوا ايام الاخيره السيرفر هارد لايف والله انا جدا مقهور جدا مقهور شباب. اوه حتى شو اسمي اوكي والله شلون نسيت، لازم نحط لنا اسم غرفه مشتركين شباب، انا حط لنا اسم. اوه عندنا 9 حبات دايموند، زين زين زين. والله العظيم انا جدا خايف يا اخوان، أمانة خايف على المكان السري هذا، مو مكان السري أقصد الغرفة المشتركين، أخاف أنها تتفجر أو يصير لها أي شيء الله يستر. فخلاص شباب حتى تقدرون تدخلون إلى غرفة المشتركين مثل ما دخلوا هذولا يعني مصطفى فارس هو يعني أسماء أسطورية دخلوا هواي من عندكم دخلوا إلى غرفة المشتركين، وأنتم همين إذا تردون تدخلون إلى الغرفة وما شاء الله يعني بعدكم مساحة يعني رسميا بعد كمية مال يعني لسه ما امتلأت الغرفة مال المشتركين. فإذا تردون أنتم همين تدخلون الغرفة كل ما عليكم تسوونه تضغطوا لايك تشتركوا بالقناة تفعلوا جرس الإشعارات وتكتبون تعليق جميل وتدخلون تحت بالوصف راح تلاقوا رابط الديسكورد مالتي فقط دخلوا عليه اوكي. ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والشخص اللي راح يدخل ويانا الى غرفة المشتركين اللي هو توني تون 7558 مبروك حبيبي توني تون دخلت ويانا الى غرفة المشتركين. ومثل ما قلت لكم يا اخوان حتى تردون انتم همين تدخلوا الى غرفة المشتركين مثل ما قلت لكم كتبونا تحت بالتعليقات يعني انطونا نصائح يعني شو نسوي شنو راح نسوي. والله العظيم الله يسترنا الله يسترنا. فخلاص انا راح اطلع ولازم قبل اطلع من السيرفر لازم مثل ما قلت يا اخي ليش كل شوي جاي اضيع انا المكان السري مالتي غريبه وربي. فخلاص خلي اشوف لي فد مكان مناسب هنا وابقى فيه ويا شباب وراح اقفل على نفسي امانه ما اريد مشاكل راح نبقى هنا ونقفل على نفسنا بالحجر اوكي او بهذا ستون ما ادري شو اسمه واطلع من السيرفر اوكي. وبس شباب لهنا وصلنا الى نهايه الفيديو وخلنا كلنا جولدن ابل قبل لا نطلع ما تدري على جوز اول ما ندخل السيرفر نلاقي تي ان تي. وبس مع السلامه يلا باي باي.